بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي، ومع حلقة جديدة من برنامجكم قطوف. هذا البرنامج الذي يأتيكم في هذه الليالي ولنتكلم إياكم حول موضوع مهم في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج. اليوم كلمة الأخوة كلمة الكل يطلقها والكل يذكرها والكل يدعيها، لكن هذه الكلمة لا شك أنها ليست بالكلمة السهلة ولا باللفظة اليسيرة التي لا يترتب عليها حقوق ولا يترتب كذلك عليها واجبات. الأخوة كلمة عظيمة ولفظة جليلة، لها معنى ولها حقيقة ولها أيضا دلائل تدل عليها، تدل على صدق المتكلم بها، ولها أيضا ما ينقضها، لأن الكل من الناس اليوم يدعي هذه الكلمة. فنريد أن نجلي حقيقة الأخوة في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى مع فضيلة الدكتور خالد جعتيبي. حياك الله أبو عبد الله. الله يحييك. يقولون كل يدعي وصلا بليلى، يعني كل الناس يقولون اليوم أو يعني يصف نفسه بأنه حقق معنى الأخوة حقيقة، لكن الواقع يقول خلاف ذلك. يمكن يتجلى هذا من خلال الأمثلة، وربما يتجلى أكثر أيضا من خلال حصول الخلافات، تتجلى الأخوة الصادقة والأخوة غير الصادقة. أيضا بيان عظيم يعني ما جاءت به هذه الشريعة، بيان تركيز على ما يقوي هذه العلاقة، ذاك حقوق المسلم على إخوانه في الشريعة ربما كثيرة جدا. لعل تحدثنا دكتور عن هذا الموضوع. نعم، جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فإن الأخوة أنواع. نعم. هناك روابط كثيرة في الأخوة. نعم. أخوة نسبية، وأخوة تكون على مصلحة يسمونها أخوان دنيا. نعم. وهناك أخوة إيمانية. نعم. وأقواها هي الأخوة الإيمانية. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة. وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. نعم. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهذه الأخوة ليست بالأمر السهل. نعم. والله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه ولكن الله ألف بينهم. ليس بالأمر السهل أن تجمع بين قلبين. أينا. هذه مسألة ليست سهلة. ولذلك قال أحد التابعين، يقول أو تابع التابعين يقول أظن لأحد تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، عندما ذكر الأثر إذا التقى المسلمان فتصافح تحات ذنوبهما كما تحات ورق الشجر. فقال إن هذا ليسير. قال لا تقل ذلك، فإن الله سبحانه يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قال فعرفت أنه أفقه مني. ليست يعني ترى المسألة ليست سهلة. نعم. كلام ترى اليوم هذا أخوي وهذا كذا، هذا كلام سهل. نعم. لكن متى تتضح هذه الأخوة؟ عندما تكون على المحك، عندما يكون فعلا في حاجتك وأنت تكون معه، لكن إذا تخليت عنه ليست هذه الأخوة. ولذلك جاء الإسلام يحث على تحقيق هذه الأخوة الإيمانية، وأن المؤمنين في يعني تحابهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأيضا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا الذي ينبغي أن يعمل عليه المسلم وأن يحرص على تقوية هذه الأخوة الإيمانية، هذا هو المطلوب. نعم. أما مجرد دعوة، دعوة وشعارا يرفع فهذا ليس صحيح. نعم. سنتكلم عن يعني أيضا حقيقة الأخوة من خلال التمثيل، ومتى تتجلى حقيقة الأخوة وصورها إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. فاصل نرجع إليكم بإذن الله عز وجل. مرحبا بكم إخواني وأخواتي، وعودة لما
كنا قد توقفنا عنده قبل هذا الفاصل، وكان الحقيقة عن حقيقة الأخوة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حقيقة الأخوة من خلال الحب في الله عز وجل، وأيضا أن يقيم الإنسان نفسه مقام إخوانه، وأن يشعر بشعور الجسد الواحد ويتأثر لتأثره، يتألم لألمه، يحزن لحزنه. هذه كلها بلا شك أنها من معاني الأخوة. لعل أيضا دكتور خالد يوضح لنا أيضا مزيدا. نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في السنة النبوية المطهرة ما تركت شاردة ولا واردة ولا شادة ولا فاردة إلا وبينتها، سواء في جانب الحقوق أو في جانب أيضا في المقابل النهي عن أشياء قد تفسد الأخوة. ففي جانب الحقوق قال النبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم 5، وفي حديث آخر 6، رد السلام وتشمية العاطس وعيادة المريض واتباع الجنائز، وذكر أيضا إبرار المقسم. في المقابل نجد أيضا لا تدابروا ولا تناجشوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. أيضا ورد لا يخطب المسلم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه. تؤثر المسلم المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نجد توجيهات نبوية كريمة قوية تبين هذه الأخوة، أن الإنسان يؤدي هذه الحقوق، ولذلك الإنسان مطالب بأن يفعل هذه الأشياء، ليس مجرد معلومة يحفظها الإنسان ولا يأتي بها. لذلك يعني الإنسان مطالب بأن يحذر من أن يخطب على خطبة أخيه. اليوم واحد سمع أنه خطب فلانة راح كلهم يتزعمون يتدافعون على الباب. الثاني شرى سيارة قال ها ليش تبيعها، أنا أشتريها منك بأكثر. أو مثلا العكس، قال ردها وأنا أعطيك سيارة عندي أفضل منها. تجد مثلا الغش والتدليس والكذب والتشويه والتشهير. لماذا؟ لذلك يعني نحن بحاجة إلى، مع أن بعض الناس يرى أن هذه دكتور شطارة. لا لا، أحيانا يراها أن قضية سهلة، لكن الشريعة لا تنهى إلا لأن في فعل مؤثر. حتى يمكن في حديث لا يتناجى اثنان دون الثالث، الله أكبر. يعني التصرف يمكن بسيط وبعض الناس يرى سهل، لكن لولا أنه يؤثر ما منعت منها الشريعة. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام راعى مثل هذه الأمور، فقال لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. يعني يمكن يصير في نفس الشيء، ويمكن يجي الشيطان يقول ما تسرى بينهما إلا للكلام عني، يقصدونك، فيفسد الأخوة. لذلك الإنسان راعى مثل هذه الأشياء. ولا شك أن العاقل هو الذي إذا وجد أخا صالحا فإنه يعض عليه بنواجده وبكلتا يديه. وكما قيل أن يعني من الأشياء التي صارت اليوم في واقع الناس من المستحيلات، قال ثلاث من المستحيلات: الغول والعنقاء والخل الوفي. الصديق الوفي الذي لا ينساك على البعد ولا تزيد محبتك على القرب، يعني أنت قريب أو بعيد أنت غالي عنده. لكن اليوم الناس للأسف ما يتأثر، ما يحرصون على أن يبلوا هذه الحبال، وأن يحرصوا على مد الجسور وعلى أن يكون دائما مع إخوانه. أحيانا دكتور يمكن بعض الناس يعني علاقة تمتد يمكن سنوات، وسبحان الله موقف تافه لا قيمة له، كأنه سبب لقطع هذه الصلة. والله اتصل عليه وما رد، والله ما حضر مناسبة عندي، ما دعاني، دعا فلان وما دعاني، أو غيرها من الكلمات التي نسمعها بين الفين والأخرى، سبحان الله. ما يدري، أتصور يمكن قد يكون من الأسباب عدم إحسان الظن، التماس العذر. أيضا من الأمور المهمة التي حقيقة يجب أن تكون حاضرة، ولا لا يمكن أن تستمر أي علاقة إذا غاب قضية إحسان الظن والتمس لأخيك كما قال عمر 70 عذرا. هذا أيضا من ربما من الأسباب. أيضا لعل إن شاء الله عز وجل نأتي على أيضا موضوع قريب من هذا الموضوع، ونعزز قضية اليوم الأخوة وأهميتها في حلقة جديدة بإذن الله. نستودعكم الله ونلقاكم بإذن الله مع حلقة جديدة وموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.